مشاهدي قناتنا في كل مكان، بنصبح على حضراتكم يوم جديد وصباح جديد. يا رب يكون صباح سعيد عليكم. صباح السبت 8/1/2022 معانا اكتر من فقره جهزنا لكم في حلقتنا النهارده. هيكون في الاستاذ دكتور عبد العزيز صلاح سالم، استاذ ورئيس قسم الاثار الاسلاميه بكليه الاثار جامعه القاهره والخبير الدولي في التراث. هنتكلم على تاثير التغيرات المناخيه على الاثار المصريه وازاي نقدر نتعامل مع هذا الامر. كمان في اطار تبادل الخبرات والثقافات، ومنتدى شباب العالم في دورته الرابعه من 10-13/21/22 هيكون لينا لقاء مع الاستاذ طارق ابو طالب الباحث بعلم الثقافات والانثروبولوجي، وهنتكلم على اقامه المنتدى هذا العام، ايه الجديد، ايه اللي على جدول الاعمال، فكره ان توصيات الشباب بيتم تنفيذها. هذا اللقاء المباشر مع القياده السياسيه، هذا اللقاء المباشر مع قيادات الدولة، فكرة اللقاء مع شباب الجنسيات الأخرى، أهمية إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي، إيه اللي تم خلال السنوات اللي فاتت وإيه الجديد هذا العام. تفاصيل كثيرة حول منتدى الشباب في دورته الرابعة من 10-13/21/22. خلينا نبدأ يومنا بالرياضة ونطلع معكم لهذا الفاصل. الفاصل هيكون لنا عودة مرة أخرى عشان نروح في جولة لآخر أخبارنا لهذا اليوم، وبنصبح على حضراتكم. مشاهدينا لينا عودة مرة أخرى مع حضراتكم، جولة في آخر أخبارنا لهذا اليوم السبت 8 يناير 2022. الرئيس السيسي يشدد على المتابعة الشخصية من الوزراء للمشروعات التنموية وتذليل أي معوقات، إعداد قاعدة بيانات شاملة لذوي الإعاقة الحركية، وزيارة تاريخية للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد. من اليوم السابع السيد انتصار السيسي، احتفالات عيد ميلاد تعكس عبقرية الشعب المصري في التعايش. من الوطن، مستقبل وطن يوزع هدايا الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد الجديد. من الأهرام، وزير المالية، لدينا فرص تنموية واعدة وبنية تحتية قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار. من الشروق، وزير الري، مصر في طريقها لتصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه. إجراءات احترازية غير مسبوقة بمنتدى شباب العالم للوقاية من فيروس كورونا. أما من الوفد، فمشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عام. مكملين منشطات الأخبار لهذا اليوم، وانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بدءا من غد الأحد. من الوطن، الصحة بتطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات. وأخبار مصر، لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد. من اليوم السابع، العثور على حجر أثري يعود لعصر رمسيس الثاني بالقناطر الخيرية. وأخيرا من الأوقاف، افتتحت أمس الجمعة 17 مسجد، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة. ثم إلى الأرصاد لهذا اليوم، شبورة كثيفة اليوم وأمطار غرب البلاد تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات، القاهرة 20/10، اسكندرية 20/10، سوهاج 9/23، وأسوان 24/11. دي كانت جولة في منشطات الأخبار لهذا اليوم. هنطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل، نفاصل لنا عودة مرة أخرى لاستقبال أول ضيوفنا ونصبح على حضراتكم. عودة مع حضراتكم مرة أخرى. زي ما نوهنا في بداية حلقتنا، هيكون لينا كلام عن منتدى شباب العالم في دورته الرابعة. هذا المنتدى اللي أصبح الحقيقة بيشغل بال الشباب على مستوى العالم. النهاردة هذا الملتقى ملتقى غاية في الأهمية في إطار تبادل الثقافات، تبادل الحضارات، التعرف على فكر الآخر، فكرة التقاء الشباب بشكل مباشر بالقيادة السياسية وبقيادات الدولة، فكرة اسأل والرئيس يجيب، فكرة يعني الحقيقة مهمة جدا في ظل دولة أصبحت تولي اهتمام كامل لشبابها. دولة النهاردة فيها أكتر من 60% شباب، إذن هي دولة شابة. طب إزاي نقدر نأهل هؤلاء الشباب للقيادة وأنهم يتصدروا أعلى المناصب؟ الحقيقة ده أمر غاية في الأهمية. لا أطيل على حضراتكم وأرحب بضيفي اللي بيصاحبني، دكتور طارق أبو طالب الباحث في علم الثقافات، علشان يضيف لنا كثيرا في هذا الأمر. أهلا بيك معنا دكتور. أهلا بحضرتك بالسلامة، منورنا وشرفنا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. دكتور طارق، يعني لو رحنا سريعا إلى منتدى شباب العالم في دورته الرابعة، هو محط اهتمام الجميع. احنا بنعمل هذا المنتدى في شرم الشيخ، كما لو كنا بنقول عودة إلى السياحة في شرم من جديد بعد فترة توقف في هذه الأزمة أو أزمة كورونا العالمية. كيف ترى إقامة المنتدى في ذلك التوقيت في ذلك المكان؟ تفضل. في سؤال مهم، كيف يراك العالم؟ تفضل. العالم بيشوف بعضه إزاي، أو بيشوف الدول من دولة لدولة إزاي؟ من خلال مجموعة من الرسائل والصور بتقوم كل دولة بإرسالها لباقي دول العالم. والحقيقة في السنوات الماضية مصر ما بتبعتش رسائل كلامية أو مصورة فقط، بل على أرض الواقع وفعليا، وده بيظهر جدا من خلال المنتدى العالمي للشباب. فكرة رائعة عرضها أحد الشباب على السيد الرئيس قبل 4 سنوات تقريبا، وكعادة السيد الرئيس خد الموضوع بمنتهى الأهمية لأنه خارج من الشباب وبصفته داعم قوي جدا جدا للشباب المصري. حط الفكرة في إطارها الصح وبدأت فعاليتها وبدأت الناس تشتغل عليها. هاخد من كلام حضرتك هو كلمة الثقافات. مصر دولة حضارة، كانت دولة حضارة وما زالت دولة حضارة باحتضانها للثقافات. ولو اتكلمنا عن الثقافة أو مفهوم الثقافة، هي مجموعة القيم والأفكار والتقاليد والعادات والعقائد اللي بيحملها كل شخص فينا، وهي اللي بتحدد الإطار الاجتماعي بتاعه. طيب الثقافة المصرية ثقافة غنية جدا جدا. طيب أنا النهاردة ثقافتي هل هي كافية؟ من تعريفات الثقافة إنها يحذف منها ويضاف إليها. طب عشان أعمل الموضوع ده أعمل إيه؟ أنا محتاج، بمعنى صح، الثقافة بتتشكل صح الكلام؟ يعني ما هياش كيان جامد ما تقدرش تغير منه أو تعدل فيه، لا ده ممكن تتشكل، يدخل عليها ثقافات وافدة تاخد منها إيجابيات، تبعد عن سلبيات، تقدر تغير في الكيان بتاع الثقافة. وبعدين الثقافة ممكن تكون تراكمات على مدار السنوات، هي مكتسبة. تمام. من بداية التنشئة الاجتماعية بيكتسبها الطفل في بدايته من الأم ومن الأب، ثم من المدرسة، ثم من الشارع، ثم من الجامعة، ثم بيبدأ يحذف ويضيف ليها بما يتناسب معاه ومع مجتمعه. تمام. طيب الثقافة المصرية ثقافة قوية جدا وثقافة حاضنة جدا. طب أنا النهاردة عندي شباب، وزي ما قلت حضرتك مصر دولة شابة، دولة عافية، 60% من عدد سكان مصر شباب. في الوقت اللي بيمثل الشباب 17% من سكان العالم كله. فلو قارنا نسبة ال 17% بنسبة ال 60 هنلقى عندنا تفوق كبير جدا في الشباب. طب الشباب دول برؤية الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة، وضعهم إيه؟ لازم يكون وضعهم وضع ريادي، وضع علمي، وضع اجتماعي، وضع حريات، وضع كل المقومات الكفيلة لبناء الشباب دول. وكان مهم جدا جدا منتدى الشباب العالمي عشان نقدر نفتح ثقافتنا على الثقافات الأخرى، نقدر نتفهم، نقدر نقول للعالم إحنا دولة منفتحة وليس دولة منغلقة، إحنا دولة حريات، نمتلك أفكار بناءة دون أفكار مغلقة. فرسالتنا للعالم كله أو يرانا العالم كله من خلال منتدى الشباب، مصر حملت شبابها ال 60%، بيقولوا إحنا سكان مصر إحنا بنحمل حرية الفكر، حرية الرأي، دون التقيد بلون، دون التقيد بلغة، دون التقيد بعقيدة. طب خليني أقول لحضرتك إن يعني الشباب اللي موجود داخل هذا المنتدى هو شباب يتم إعداده لكي يكون قيادات مستقبلية، سواء الشباب المصري أو شباب العالم. النهاردة بعد هذا الملتقى مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأصبح هناك تبادل الثقافات ومعرفة فكر الآخر. لما الشباب ده يصل إلى مركز القيادة وبيجي يتخذ قرارات في دولته تجاه دولة أخرى أو مع دولة أخرى، هل بيتم مراعاة هذه الصداقات التي تكونت؟ هل بيتم مراعاة هذه الأفكار المشتركة التي نوقشت؟ هل بيتم مراعاة أن أنت تعرفت على فكر الآخر وزرت دولته وعرفت الناس دي بتفكر إزاي؟ يعني حتى لو في يوم من الأيام كنت بتفكر أنك تاخد قرار تعسفي وأنت في منصب قيادة تجاه دولة ما، بعد ما بتروحها وتزورها وتعرف أهلها وترتبط بصداقات هناك بتلاقي القرار حتى إيه محتاج لمزيد من التفكير، محتاج أنك تغير فيه لأن أنت شفت الناس دي وعرفتها وعاشرتها. مثلا كل ضيف من ضيوف مصر العزاز اللي بيشرفونا على أرض مصر من شباب العالم هو بمثابة سفير لبلده. تمام. عندنا كيان قوي جدا في مصر اسمه الأزهر. الأزهر عنده شباب ودعاة في جميع دول العالم، مردودهم الإيجابي على مصر قوي جدا في القيمة المصرية. عندنا السيدة أم كلثوم لما سافرت فرنسا وعملت إحدى الحفلات ده الجانب الثقافي برضه. حضرتك بتتكلم عن قوى، يعني قوى ناعمه في مصر، تمام، يكون ازهر، يكون كنيسه، من ضمن يعني مواضيع تمام. من ضمن مواضيع اللي هتناقش في مؤتمر منتدى الشباب الاداب والفنون. لما السيده ام كلثوم سافرت فرنسا، شارل دي جول بعت لها رساله ترحيب، وفرنسا كلها احتفلت بيها كجزء من الثقافه. طيب ما هم دول سفراء، طب سفراء البلاد ديت لما يجوا عندنا هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا الشباب بتوعنا، هيشوفوا وعيهم، هيشوفوا المواضيع المهمه اللي تم اختيارها على اعلى درجه من الوعي والنضج. ان احنا بنناقش مواضيع بتمس كل دوله، الطاقه، الحريات، التكافل الاجتماعي، ما بعد جائحه كورونا، التغيرات المناخيه. كان في ذكاء عالي جدا في اختيار المواضيع، وهي بعيده كل البعد عن العقائد، عن الافكار، عن اللون، عن اللغه. جبنا العمود الفقري للعالم وبنتكلم فيه، فكل شاب من الشباب الموجودين في ارض مصر دلوقتي هو سفير لدولته. هيرجع بايه؟ هيرجع يقول مصر بلد الامان، بلد الضيافه. كل اللي استضافوني شباب، البروتوكول اللي قام بيه كله شباب، الافكار شباب، الحريات شباب. هينقل الصوره اللي حضرتك بتقول عنها لبقيه المجتمع بتاعه، وفي وقت من الاوقات الشخص ده هياخد منصب هو كمان في دولته. صحيح. وهيبقى وقتها عنده الصورة الإيجابية فيها. للشباب المصري وللمصريين الصورة الإيجابية، مش اللي احنا بنصدرها بكلمات أو بصور، بفعل. هو راجل زار زي ما بيسموها كده، حاجة عين اليقين وعلم اليقين، زار وشاف وتعرف على الآخر ونقل الصورة. عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، هو تمام. وصل لحق اليقين. أنا زرت وشفت واتعاملت، فأصبح عنده رصيد قوي للدولة المصرية بشبابها، بكرامها، بأمانها، بحضارتها. طيب خليني أقول لحضرتك برضو جزئية تانية النهاردة، إنه يتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى. يعني الشباب مش بس بيقعد ويتعرف ويكتسب ثقافات ويناقش موضوعات ويلتقي بقيادات، لا ده كمان بيكون في توصيات، وهذه التوصيات بيتم تنفيذها. إلى أي مدى ده بيفيد الشباب، وحتى على مستوى الثقة الداخلية والثقة في المنتدى، حضرتك شايفه ازاي؟ المجهود اللي بذل في الثلاث نسخ الماضية لمنتدى الشباب العالمي كان رائع جدا، واختيار المواضيع زي ما قلنا، والأفكار ومساحة المشاركة. يكفي نقول لحضرتك إن تقريبا نص مليون شاب في المنتدى هذا العام حاول إنه يبعت طلبات رغبة بحضور المنتدى. 500,000 شاب عندهم الرغبة لحضور منتدى الشباب. طيب احنا دلوقتي بنقول مصر بتعمل ايه او بتتكلم في ايه او دورها ايه. الثلاث نسخ الماضيين رسخوا لدى العالم كله حرية الفكر والرأي والتعبير في مصر، مش بس عند فئة معينة، عند كل الفئات، وعلى رأسها صناع المستقبل اللي هم الشباب. وده ادى ان الامم المتحدة في فبراير 2021 صنفت منتدى الشباب ضمن أفضل 7 كيانات كمنصة إعلامية للشباب في العالم. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف في ندوة افتراضية أخذت نموذج للحريات للحوار، كان النموذج دوت هو منتدى الشباب الماضي، وقالت إن ده نموذج يحتذى به من حرية التعبير وحرية الفكر. كل ده معناه ايه؟ معناه ان الامم المتحده ايدت وجودك، ايدت افكارك، ايدت المنصه الاعلاميه، ايدت ان هي بالفعل حاجه بيتم زي ما قلت لحضرتك الكلام فيها وتفعيلها واخذ منها ما يتناسب مع بقيه المنصات الاعلاميه. علشان كده في توصيات او في مناقشات هتكون داخل منتدى الشباب العالمي مرتبطه بمؤتمر المناخ. والتوصيات ديت هيتم مناقشتها زي ما قلت لحضرتك في مؤتمر المناخ العالمي. ده يدي قوه وانعكاس ممتاز عن طبيعه المواضيع المهمه اللي بيتم اختيارها داخل منتدى الشباب العالمي. طيب نرجع ونقول الشباب لما بيفكر بشكل غير متوقع وبشكل غير تقليدي، بمعنى اصح بره الصندوق. فكره الاستماع الى الشباب وافكاره في المشكلات المختلفه أو في المسائل العالقة دوليا، ما أنت الشباب بيبدي رأيه، والنهاردة فيه اهتمام كبير جدا برأي الشباب. إلى أي مدى يفيدني هذا الأمر، سواء كان بقى شباب مصري، سواء كان شباب العالم، في مناقشة مسألة داخلية إقليمية عالمية، ولكن في النهاية الاستماع إلى آراء الشباب، اللي بيفكر بره الصندوق إلى أي مدى يفيد في الفترة القادمة؟ أنا هاخد نموذج يمكن بعيد شوية عن موضوع الحوار والمناقشة. نموذج كان رائع في حربنا العظيم في 6 أكتوبر. المهندس الشاب الصغير اللي قدر يعمل بمضخات المية انهيار لخط بارليف. ده كان تفكير عظيم جدا بره الصندوق، أدى لانتصار، جزء من الأسباب القوية للانتصار. ده تفكير بره الصندوق. صناع المستقبل هم الشباب. احنا مش محتاجين نفكر بشكل داخل الصندوق، مضغوطين. مين اللي هيعيش بكرة؟ هم الشباب. مين اللي هيشيل الريادة في الأعمال؟ هم الشباب. مين أصحاب الفكر القوي الجريء؟ الفكر المتحفظ ما عادش له مكان. مش هنقول بقى الفكر اللي يحمل مجازفة، لا، المجازفة المحسوبة، المجازفة الذكية، المجازفة على وضع علمي نقدر نخطي خطوات إيجابية. الشباب هم العنصر الأساسي. أما أتكلم عن دولة 60% منها شباب، إزاي ما أسمع لهمش؟ إزاي ما أفتح لهمش المجال إن هم يتكلموا ويناقشوا أفكارهم؟ يا أقنعهم يا أقتنع بيهم. جميل جدا جدا إن إحنا نعيش بروح الشباب. جميل جدا جدا إن إحنا أي حد في الدنيا بيتكلم عن نفسه يقول لك والله أنا نفسي أرجع شباب عشان أقدر أعيش بشكل أفضل تاني. مصر دولة عافية، كنزها الحقيقي في شبابها. طب لو اتكلمنا على المستوى السياحي، وأنت تروج لمصر الحقيقة في الفترة الأخيرة بشكل قوي جدا، يكون من خلال أحداث عالمية زي نقل المومياوات الملكية، زي افتتاح طريق الكباش، احتفالات على أعلى مستوى الحقيقة لفتت أنظار العالم، ثم يأتي مع كامل احترامي منتدى الشباب. وشوف كم الشباب اللي هيكون موجود من جميع الجنسيات في مصر في ذلك التوقيت، هيجي ويشوف ايه اللي تم على ارض الواقع. ما بالتاكيد الشباب موجود في شرم الشيخ، ولكن بيشوف يعني ايه بقى بنيه تحتيه، يعني ايه طرق جديده، يعني ايه اهتمام بالاثار، يعني واكيد هيكون هناك جولات لهؤلاء الشباب لرؤيه ما تم او مصر الحديثه الحقيقه الان. ده يفيدنا الى اي مدى على المستوى السياحي او على مدى او في مجال الترويج للسياحه المصريه خارجيا؟ الوعي الذكي لدى القياده السياسيه خلت الشاب يشوف أو انطباع الدولة عن منتدى الشباب من اللحظة الأولى، من طيارة مصر للطيران وهي عليها الشعار بتاع منتدى الشباب العالمي وهي بتاخده من بلده. اسطول مصر للطيران بيجوب العالم ويجمع الشباب ويوصلهم لمصر من خلال مصر للطيران وهي تحمل شعار المنتدى. فمن اللحظة الأولى كل الشباب شايف الشعار، بينزل في أرض السلام شرم الشيخ، بيشوف الدولة، بيشوف الأمان، بيشوف الحضارة، بيشوف حسن الاستقبال والضيافة المميز به الشعب المصري، مش بس من البروتوكول الداخلي داخل إطار الفعاليات بتاعة المؤتمر والاجتماعات، لا، من الشارع، من التعامل، من الفندق. بيشوف قد إيه الشعب المصري بيتعامل معاك دون تفرقة عن لونك أو لغتك أو دينك أو عقيدتك أو عن أفكارك. أنت ضيفي، فإذا أنا لازم أحسن ضيافتك. كل دي رسائل مهمة جدا للسياحة. طيب. في عز العالم ما بيعمل عمليات انغلاق، احنا بنعمل عملية انفتاح عن أهم عنصر في العالم، الشباب. شرم الشيخ وقبلة حياة من جديد، يعني النهارده في أعقاب كورونا وتوقف للسياحة العالمية، ثم عودة السياحة الحقيقة من جديد من العام السابق، سواء كانت سياحة مصرية من 6 ل 9 أو من 9 من شهر 9، وحتى الآن السياحة الوافدة قوية جدا. العودة لشرم الشيخ من جديد بهذا المنتدى، إلى أي مدى يفيد هذه المدينة السياحية العالمية؟ شرم الشيخ بوابة السياحة لمصر طول الوقت. شرم الشيخ هي بتحتضن كتير من المؤتمرات المهمة والمنتديات المهمة والاجتماعات المهمة. شرم الشيخ هي رمز سياحي خلاص موجود في العالم كله، بجوها، بمياهها، بطبيعتها، بجبالها، بكل ما فيها. طب النهاردة لما يجي 500,000 شاب على مستوى العالم أخذوا القرار بالفعل إن هم عندهم رغبة يزوروا مصر في خلال المنتدى، معنى الناس دي اقتنعت بالأمان جوه مصر، اقتنعت بالسياحة جوه مصر، اقتنعت بالحضارة جوه مصر، اقتنعت بحسن الضيافة. ده ترويج، الرقم ده في حد ذاته ترويج عالمي إن في 500 فرد اللي عندهم الرغبة إن هم يحضروا لمصر. طب الشباب اللي حضروا لمصر أكيد هيشوفوا كل الكلام ده زي ما شافوه في النسخ ال3 اللي فاتوا. إحنا إعلان قوي، إعلان قوي وفعلي، مش بصورة ولا بكلام، بأفعال وبفعاليات وبتنظيم، إن إحنا جادين في إن إحنا نكون دولة ليها مكانة وسط العالم. بنعلن عن نفسنا بفعل ليس بقول. شرم الشيخ هي مركز سياحي مهم جدا ضمن الخريطة السياحية داخل الدولة. وبكده احنا بنقول للعالم كله دي طرق التعامل مع جائحة كورونا. احنا صحيح في اجراءات احترازية، لكن ما بتمنعناش حتى في عز الجائحة ان الشباب بتوعنا يقدروا يتكلموا، يقدروا يفكروا. تمام. مش هنتوقف، ودي رسالة مهمة، نحن لن نتوقف. وكأن حال الشباب المصري أو المنظمين للمنتدى بيقول لابد أن نتكلم. طيب الشباب اللي شارك والشباب الذي لم يشارك، النهاردة هذا المنتدى خلق حالة من التنافسية الشريفة الحقيقة ما بين الشباب وبعضها. من شارك تحول إلى هوت سبوت معلومات الحقيقة، اللي شارك وتعرف على الجنسيات الأخرى واكتسب ثقة الوقوف أمام القيادة السياسية والتحدث في هذا المنتدى العالمي. النهارده بقى له وضعه، بقى له شأن الحقيقة، وبقى له يعني كيان بيتحدث. هي فكرة عدم الثقة، وانت عارف حضرتك لما بتخش على أي مسؤول وانت لسه شاب صغير، حتى لو عندك 25 سنة، حتى لو عندك 30، بتلاقي نفسك لسه عندك حتة الرهبة إنك تقعد وتتكلم. ما بتبقاش حتى منظم حوارك، مش منظم كلامك، عندك رسالة عاوز توصلها بس مش توصل بالشكل اللائق. النهارده من يشارك في مثل هذه المؤتمرات وهذه المنتديات الحقيقة بيكتسب ثقة غير عادية، وبيتحول من إلى حتى على صعيد شخصيته أو على صعيد التعامل مع الآخر. فبال حضرتك الشباب الذي لم يشارك يقول لك والله إحنا كمان نفسنا نكون موجودين هناك. فهذه المنافسة المحمودة ما بين الشباب بعض، يقول لك ده شارك وده ما شاركش، لا أنا كمان عاوز أشارك، أنا كمان محتاج إن أنا أقعد قدام قيادات في الدولة، أنا محتاج أتعرف على باقي شباب العالم، أنا محتاج إن أنا أتكلم وأبدي رأيي. أعتقد ده يعني أمر محمود للغاية، أمر يحسب للقيادة السياسية داخل الدولة. وهذه التنافسية ما تزعلش حد، بالعكس الشباب النهارده بيدور على الموقع بتاع المنتدى عشان يسجل اسمه ويقول لك أنا كمان نفسي أكون موجود في شرم الشيخ في منتدى شباب العالم. يعني شيء أكثر من رائع الحقيقة. حضرتك بتقول أي شاب عنده 25 سنة أو مقارب لكده بيخش على أي مسؤول بيبقى عنده شيء من القلق أو الخوف أو الاضطراب. فما بالك بالشاب دوت لما يقف قدام رئيس الجمهورية؟ طبعا. ويتكلم معاه ويضحك معاه ويتصور معاه، ويلقى رئيسه بيتعامل معاه بمنتهى الهدوء والبساطة، بيحتويه، بيقول له المكان ده أو الفكرة دي أنا عملتها عشان أنت عرضتها عليا، وعرضتها عليا وسلمتها لك، أنت اللي بتقوم بيها. كأب هو بيوفر المناخ الكويس لأبنائه، وبيكسر حاجز الخوف، بيكسر حاجز القلق والخوف، وبيفتح المساحة التفكير بره الصندوق. صحيح. ولكل شاب زي ما بيقول إن الشاب اللي عرض الفكرة على السيد الرئيس، ففي ملايين الشباب، في 60% من الشباب من سكان مصر شباب من حقهم يعرضوا أفكارهم، وهتدخل حيز التنفيذ لو كانت إيجابية، أو يعيدوا تفكيرهم في صورة أفضل للفكرة من جديد. دكتور طارق أبو طالب الباحث في علم الثقافات، أنا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك نورتنا وشرفتنا وأضفت لنا، شكرا جزيلا لحضرتك وبنصبح عليك. اتشرفت بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. شكرا يا فندم. ده كان مؤتمر شباب أو منتدى شباب العالم في دورته الرابعة من يوم 10 وحتى 13 ديسمبر 2022. هنطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل، الفاصل لينا عودة مرة أخرى لاستقبال تاني ضيوفنا لهذا اليوم، وبنصبح على حضراتكم. حضراتكم مرة أخرى، وزي ما نوهنا في بداية حلقتنا هيكون لنا كلام عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الآثار. يعني برغم إن مسألة التغيرات المناخية هي مسألة عالمية، إلا إن ليها تداعيات داخلية كل دولة حسب ظروفها. إحنا كمان يعنينا جدا نشوف إيه موضوع التغيرات المناخية وإلى أي مدى ممكن تأثر على آثارنا المصرية، وإزاي نكون قادرين على التعامل مع هذا الأمر. وهيكون الحقيقة ضيفي اللي بيصاحبني في هذه الفقرة أستاذ دكتور عبد العزيز صلاح سالم، أستاذ رئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث. أهلا بيك معنا فندم، منورنا وشرفنا. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. دكتور خلينا نتكلم عن التغيرات المناخية وإلى أي مدى هي قادرة على أن تؤثر على آثارنا الحقيقة، وإحنا إزاي نقدر نتعامل مع هذا الأمر. اتفضل يا فندم. بداية بصبح على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبقول لشعبنا العظيم الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين. حضرتك بصحة وسلامة. احنا امام تحدي عالمي جديد قادم لا شك فيه، سيؤثر بشكل مباشر على الانسان وعلى الحجر نفسه اللي هو الاثر، اللي هو بيعتبر بنفس القيمة اللي احنا بنعتز بيها، لأنه بيعكس لنا الهوية الثقافية لشعبنا على مدار الأعوام والقرون والسنوات الماضية. بدون شك أن التغير المناخي حدث بسبب البشرية نفسها، يعني سيادتك أحمد بيه وأنا والسادة المواطنين اللي بيسمعونا ساهموا في الوصول إلى هذا المستوى اللي بيعتبر مستوى هيكون خطير شوية، لأن بالدراسات العلمية اللي بنقيس بيها ارتفاع درجات الحرارة على مدى ال100 سنة القادمة وال100 سنة الماضية بتثبت أن سيتم ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وكذلك سيصاحبها مع ذوبان الجليد في المحيطات ارتفاع في سطح المياه بالتأكيد. وبالتالي كل مدن الساحلية هتكون معرضة للأخطار بالإضافة لزيادة المياه الجوفية أو نقصها، يعني ده في اختلال في التربة الموجودة المقام عليها الأثر، يعني الأثر في النهاية زي حضرتك بيتأثر بالبزي بيتأثر بالبيئة. يعني احنا عندنا مخاوف من جانبين، إما في حالة غرق بعض الدول أو بعض المدن الساحلية فأنت بتتكلم على الآثار فوق مستوى الأرض، أما بالنسبة للآثار اللي ما زالت تحت الأرض ففي مخاوف بالنسبة للمياه الجوفية في حال ارتفاعها أو انخفاضها. ملاحظة دقيقة من سيادتك يا أستاذ أحمد، فعلا إحنا متخوفين على الآثار فوق الأرض وفي باطن الأرض. تمام يا فندم. خاصة إن مصر على سبيل المثال لم يتم اكتشاف سوى ثلث آثار مصر والثلثي الباقيين لا يزالوا في باطن الأرض، وبالتالي احنا كنا مطمئنين ان الآثار اللي موجودة في باطن الأرض وخاصة في البيئات الصحراوية الرملية هي محفوظة عشان بيئة جافة وفي أمان. الآن سيكون أمام هذه التربة تحول جديد سواء من ارتفاع أو انخفاض، تحول في الكيمياء التربة الذي ستؤثر تأثير مباشر على المقتنيات سواء كانت تحف أو حتى أبنية أثرية. في هذه الجزئية أسأل حضرتك عن الآثار اللي تحت الأرض، معلش ملوحة التربة تؤثر أو لا تؤثر، ارتفاع مستوى المياه الجوفية تحت الأرض يؤثر أو لا يؤثر، يعني فكرة أن الآثار تبقى غارقة لفترة طويلة أو محاطة بتربة مالحة مثلا أو في ارتفاع لمستوى المياه فبتبقى موجودة في تربة مبللة أو رطبة، ده إلى أي مدى يؤثر على الأثر الذي لم يستخرج بعد؟ لازم نتفق مع بعض أن الأثر بيتأثر بالبيئة المحيطة فيه سواء كان في جوف الأرض في بطن الأرض أو على سطح الأرض. بطبيعة الحال كل اللي سيادتك بتذكره سواء التغيرات في كيمياء التربة ستؤثر بالسلب على المقتنيات سواء كانت تحف أو حتى آثار زي مقابر أو أبنية في باطن الأرض ستؤثر بالسلب عليها، لأن زي ما بقول لسيادتك إحنا لا يزال لدينا آثار كثيرة جدا وتحف كثيرة جدا محفوظة في باطن الأرض، وبالتالي التأثير سيكون مساوي للتأثير على الأبنية التي فوق الأرض. إحنا متخوفين من الأبنية اللي فوق الأرض أن التغير المناخي سيؤدي سواء بزيادة ارتفاع درجة الحرارة أو نسبة هطول أمطار عالية جدا سيؤثر في شبكات الصرف الصحي خصوصا في المدن القديمة والمدن التراثية زي مثلا القاهرة التاريخية زي مدينة رشيد، والمدن في الدلتا بشكل خاص ستتأثر بشكل مباشر بالتغير المناخي، لأن المادة اللي بنيت بها هذه الآثار سواء كانت حجر جيري أو من الطوب أو حتى الطوب اللبن، ودي هتكون أكثر هشاشة في التعرض للأخطار من التغير المناخي. نحن أمام يعني مش عاوز أقول بين قوسين كارثة، بقول تحدي كبير لابد من تضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التحدي. الحاجة اللي هي أنسب والجميلة في الموضوع إن احنا أمامنا وقت نقدر ناخد عدد من الإجراءات نحمي به الآثار سواء كانت فوق الأرض أو في باطن الأرض من مخاطر التغير المناخي، لأن في النهاية لدينا مجموعة من الآثار أو التراث بشكل عام بيمثل الهوية المصرية الثقافية على امتداد العصور المختلفة. عايز أسأل حضرتك في جزئية خاصة بالآثار اللي فوق الأرض، الآثار الموجودة بالفعل، هل لابد أن يكون هناك ترميمات وصيانات دورية؟ وهذه الصيانات الدورية هل ممكن تساعدنا أن احنا نواجه هذه التغيرات المناخية أو ما تساعدش؟ يعني أنا عارف أنت المفروض كده في آثار بيتم ترميمها وفي جدول أو خريطة سنوية لترميم الآثار في أماكن معينة، ولكن هذه الترميمات تساعد على مقاومة التغيرات المناخية أو لا تساعد؟ طب أنا عاوز أقول بدون مجاملة إن احنا بنشهد العصر الذهبي في كافة المجالات سواء في شؤون الآثار أو في غير الآثار. صحيح. من ترميمات، من صيانة للآثار، من اكتشافات جديدة، كل ده احنا شايفين حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بيتابع المشاريع، والمشروع الآثار والحفاظ على الآثار هو من ضمن المشاريع القومية التي يرعاها السيد الرئيس. وبالتالي وزارة السياحة والآثار النهارده بتقوم بجهود كبيرة جدا وحسيسة جدا للحفاظ على الآثار، فما فيش آثر دلوقتي ما بنشوفش فيه ترميم، ما بنشوفش فيه صيانة، ما بنشوفش فيه يعني اهتمام وإعادة تأهيل حتى بالعنصر البشري. فهذه الفترة مصر بتشهد عصر ذهبي في الاهتمام والحفاظ على الآثار، سواء كانت آثار فرعونية أو آثار قبطية أو آثار إسلامية، على مختلف العصور في اهتمام كبير بالآثار في مصر. طيب الآثار اللي تحت الأرض، يعني احنا نعرف ان احنا عندنا المقبرة عبارة عن مجموعة من الحوائط ثم داخلها مقتنيات. طيب هل هذه الحوائط ممكن تحمي ما بداخلها من مقتنيات في حالة مثلا ارتفاع المياه الجوفية؟ هل وطبعا عارف حضرتك ان هي يعني جدران المقابر كلها عباره عن احجار، ويعني برضو مش من السهل ان يتم اجتياز هذه الاحجار بدليل ان الاف السنوات النهارده وما زالت محتفظه يعني بقيمتها وبوضعها. طيب هل ما بداخل مقبره يعني ممكن يكون في خسائر في حاله ملوحه التربه، في حاله رطوبه التربه، في حاله ارتفاع المياه الجوفيه، ولا المقابر قادره ان تحافظ على نفسها حتى مع التغيرات المناخيه؟ هو استاذ احمد حضرتك لمست نقطه ايجابيه الوحيده في الموضوع، ان احنا الابنيه الاثار المصريه القديمه الفرعونيه بنيت باحجار، بعضها احجار من البازلت، الاحجار قويه جدا، دي بتسبب حمايه لحد ما على الحفاظ على اذا كانت المقبره بداخلها تحف هشه مقفول عليها منذ الاف السنين. لكن الخطوره الاكبر هي في الاثار الموجوده فوق سطح الارض. يعني انا تمام، يعني احنا برضو تحت الارض دي هي حمايه ذاتيه زي ما بيقولوا. طول عمرها احمد بيه كان في حمايه، الحمايه احنا كنا مطمئنين كانت 100%، الحمايه هتقل شويه مع اختلاف كيمياء التربه في الوقت ده، لكن الخطوره الكبيره والمخاطر الواضحه ستكون على كافة الآثار الموجودة فوق سطح الأرض، خصوصا أن الآثار مرتبطة بالأرض والأرض فيها سواء كانت مياه جوفية. وبعض الآثار عندنا تم زي معبد أبو سمبل تم نقله من مكان لمكان، فقطعت الأحجار بواسطة خبراء من اليونسكو ونقلت من موضعها الأساسي، فبالتالي عنصر الثبات للأرض ما عادش موجود، وبالتالي دي هتكون اكثر التعرض للمخاطر الخاصه بالتغيرات المناخيه والتربه. جزئيه الثبات في الارض، هل المياه الجوفيه لما بتكون مستواها عالي مثلا، وهل ممكن تؤدي الى اهتزاز التربه؟ هل ممكن تؤدي الى هبوط الارض؟ هل ممكن نشوف بعض الاثار اللي على وجه الارض؟ وحضرتك يعني عاوز اعرف بس اكبر مخاوفك ايه في هذا الامر؟ هل ممكن نلاقي بعض الاثار على وش الارض ممكن تنزل تحت او تسقط للاسفل نتيجه لهذا الاضطراب في التربه، او نتيجه لانها اصبحت رطبه او ما الى ذلك؟ تمام. انا معظم المدن التراثيه عندي فوق اسفلها يعني مياه جوفيه، مش عاوز اقول هي فوق بحيره من المياه الجوفيه، خصوصا ان انا على الدلتا، والدلتا زي ما حضرتك عارف كانت حوالي 8 فروع متصله بالبحر المتوسط. الان انا امام يعني موضوع مهم جدا، وهي كيفيه مدى تاثير المياه الجوفيه على هذه الاثار، خاصه انها من الحجر الجيري وسوف يحدث فيها تفتيت مع زيادة أو انخفاض. لذلك لما يبقى عندي أثر في المياه الجوفية بنسبة زيادة بيعمل عملية الحقن، والحقن لابد سحب المياه بنسب دقيقة جدا، وإلا المبنى كله ممكن ينهار. فلابد من متابعة والصيانة وحقن التربة لحفظ مستوى المياه الجوفية كما هو، لا بالزيادة ولا بالزيادة والنقصان هتؤثر إلى اختلال المبنى وربما سقوطه. الناحية التانية هطول الأمطار بشكل كبير بيزيد من نسبة المياه الجوفية، والشبكات اللي موجودة في المدن التراثية هي بالأساس شبكات ضعيفة، فبالتالي لن تستطيع مواجهة هذا الكم الكبير من هطول الأمطار. فلذلك من الآن علينا أن نبدأ في إعداد شبكات كبيرة. يعني مدينة الإسكندرية ولما رئيس وزراء بريطانيا يطلع يقول مدينة الإسكندرية ستغرق، هي ومدينة في أمريكا ومدينة في الصين، الكلام ده طبعا لن يحدث لسبب بسيط، أن مدينة الإسكندرية قديما وحديثا بتشتمل على شبكة صرف قوية جدا. ده من ناحية. الناحية الثانية أن احنا زي ما لندن ما همش خايفين من حدث فيضان في 1953، وبالتالي قاموا بإنشاء سد كبير جدا في نهر التايمز يحمي من الفيضان، وبذلك هي آمنة. احنا في نفس الوقت بنطلب وبنسعى لعمل سد زي الكباري، تدابير وقائيه يعني. تدابير انت بتشوف ايه اللي بيهددك وبتحاول انك تتعامل معاه مسبقا بدري، يبقى عندك خطه يعني. تمام. اذا انا بعمل تدابير وقائيه استباقيه، وعندي اجهزه رصد ومراقبه، وبالتالي الإسكندرية لن تغرق من بسبب التغير المناخي، وإنما سيحدث عدد من المشاكل اللي ممكن من خلال الإجراءات البعيدة المدى نتلافاها وننقذ مش بس مدينة الإسكندرية ومدن الدلتا وكافة المدن التراثية. يعني مطلوب مننا من الآن يا أستاذ أحمد إن احنا نبدأ في إعداد إجراءات وقائية واستباقية لحماية الآثار من مخاطر التغير المناخي. أنا عايز أتكلم عن آثارنا الإسلامية الحقيقة، وأنا أعرف إن حضرتك منوط بهذا الأمر يعني. هل كل الآثار الإسلامية تم استخراجها بالفعل من وجهة نظرك من تحت الأرض، ولا ما زال هناك عندنا كنوز من الآثار الإسلامية لم تستخرج بعد؟ بطبيعة الحال الآثار الإسلامية لا يزال جزء كبير جدا في باطن الأرض. وأنا رئيس بعثة حفاير في البهنسة، والبهنسة تسمى أرض البقيع الثانية، لأن لما عمرو بن العاص جه لفتح مصر توجه مجموعة من الصحابة لفتح صعيد مصر، وفي البهنسة دارت معركة كبيرة جدا بين الرومان وبين المسلمين، واستشهد عدد كبير من الصحابة اللي هم لا يزالوا مدفونين في البهنسة هذه المنطقة. والحفاير دي حفاير كلية الآثار جامعة القاهرة، بقالنا ثلاث مواسم شغالين فيها، وعندنا اكتشافات سيتم الإعلان عنها، لأن في مدن بالكامل مطمورة في تحت الأرض. المدينة الأولى للبهنسة لا يزال لم يتم الكشف عنها. أقدم كنيسة موجودة في الصعيد موجودة في البهنسة، ودي برضه تم الكشف عن بعض من أجزاء منها. إذا إحنا السؤال إن لا يزال نسبة كبيرة من المدن ومن الآثار ومن التحف الإسلامية لا تزال في باطن الأرض، والجهود لوزارة الآثار قطاع الآثار الإسلامية أيضا في حفاير كتير جدا بتتم في هذه المواقع، وجهود الدولة بشكل عام بتتم لاكتشافات جديدة. وحضرتك متابع ان في اكتشافات شهرية على مستوى الآثار، سواء كانت آثار فرعونية او آثار إسلامية. طيب اذا كان للآثار الفرعونية ما يميزها، حضرتك بتتكلم في توابيت، حضرتك بتتكلم في تماثيل، حضرتك بتتكلم في أشابتز، حضرتك بتتكلم في أواني كانوبية، يعني أنا دي الملامح الرئيسية للآثار الفرعونية. طب الملامح الرئيسية للآثار الإسلامية إيه؟ وأنت المتخصص. تمام. أنا من وجهة نظري إن لابد إن إحنا نعيد دراسة الآثار الإسلامية، لأن هي الوحيدة اللي بتدل على الآثار الإسلامية هي انعكاس للعقيدة الإسلامية بما جاء في القرآن والسنة. والعقيدة الإسلامية هي عقيدة التسامح، والآثار الإسلامية هي أيضا لغة التسامح. فبنلاقي في الفنون الإسلامية والآثار الإسلامية ملامح عديدة جدا بتدل على الحوار والتسامح بين الأديان الأخرى وبين الثقافات الأخرى وبين الحضارات الأخرى. حدث سيادتك يا أستاذ أحمد مثال واحد، إزاي ألاقي تحفة إسلامية بكل زخارفها الإسلامية وكتاباتها وعليها تصاوير مسيحية؟ كيف سمح عشان التسامح. ايوه، ده يدل دلاله واضحه على ان الفنون الاسلاميه والاثار الاسلاميه تميزت بالتسامح، وتميزت بالحوار مع الاخر، وتميزت بافساح المجال امام الصانع الاخر، لان تحف كتير مكتوب عليها صنعه الذمي، مثلا يعقوب ابن طفيره. يعقوب ابن طفيره ذمي وعمل تحت لواء الحضاره الاسلاميه وانتج في الحضاره الاسلاميه، وبالتالي أكد ما هو موجود سواء في العقيدة الإسلامية من القرآن والسنة من لغة التسامح والحوار بين الأديان والحضارات. فالآثار الإسلامية والفنون الإسلامية لها مميزاتها التي تساوي مميزات الآثار الفرعونية ومدلولاتها. قصدت إنك لما تعمل بعثة تنقيب عن الآثار الفرعونية أنت بتتوقع هتلاقي إيه؟ طيب وأنت بتعمل بعثة تنقيب عن الآثار الإسلامية، في توقع حضرتك إيه اللي أنت تلاقيه؟ ايه المقتنيات اللي ممكن نعثر عليها؟ هنا انت بتدور على توابيت، حضرتك بتدور على مومياوات، على تماثيل فرعونيه، على كل ما يخص الاثار الفرعونيه، ولكن في الإسلامية حضرتك تتوقع أنك هتلاقي إيه؟ أنا هضرب مثل بي أنا كرئيس بعثة الحفاير في البهنسة. قبل ما أبدأ الحفر بيبقى فيه دراسات علمية وبحوث علمية حول المكان الذي سيتم الحفر فيه واستخدام أي نوع من الأجهزة وأي نوع من المواد اللي هستخدمها. وأنا فعلا سؤال سيادتك وجيه جدا يا أستاذ أحمد، أنا ببحث على إيه في المنطقة دي؟ على سبيل المثال في البهنسة أنا ببحث عن المدينة الأولى للبهنسة التي كانت تساوي مدينة الإسكندرية في العهد الروماني عندما فتحها المسلمون. تمام. وبالتالي عندما أصل إلى الأسوار الكبيرة في البهنسة فإن أنا وصلت لبداية هذه المدينة، وهناك داخل المدينة سيكون فيها سواء كانت البيوت، سواء الكنائس، المساجد، التحف الفنية. يعني من ضمن الأشياء اللي اكتشفناها في الموسم اللي فات تحف عبارة عن كسرات من غير كاملة حتى الآن من الخزف من العصر المملوكي، لأن سيادتك عارف أن الأرض طبقات، فالطبقة يعني أغلبها خزفية مثلا أو قطع أثرية خزفية أو ما إلى ذلك. أيوه، ما هو أنا ما أقدرش وأنا بحفر، أنا بحفر من خلال فترة زمنية معينة وفقا للسوابق يعني ببحث حاجة. لا بطبيعة الحال الحفائر السابقة طلعت لنا أشياء كثيرة جدا من التحف، سواء كانت تحف خزفية أو تحف زجاجية أو حتى تحف معدنية أو ذهبية. فبالتالي مجال التحف الإسلامية موجود لا يزال في باطن الأرض. أيضا الآثار الإسلامية لا تزال وهي أكثر تعرضا للتغير المناخي لأنها أكثر هشاشة، لأن بعض من الآثار الإسلامية بنيت من اللبن، الطوب، الهش الذي لن يقاوم التغير فممكن تتأثر بالتغيرات المناخية. أنا بشكر حضرتك أستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث. حضرتك نورتنا وشرفتنا وأضفتنا لنا، شكرا جزيلا ليك وبنصبح عليك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا، لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، وغدا فريق عمل جديد.